جوهرة اف ام موج مع الموجة. أنا أعتقد أنه حوار من نوع هذا يفترض أنه ثم إطار مع رئيس الجمهورية يقوم بالمشاركة في أعداده ويتدخل حتى في الصورة وفي الأسئلة وعلى الأقل يعرف الأسئلة إذا كان ما يتدخلش في الأسئلة لكن يعرف شنو المحاور إذا كان مش الأسئلة فالمحاور ولكن في كل الحالات لا يجب ولا ينبغي لرئيس الجمهورية أن يقوم بمثل هذا الحوار الذي يفترض أن يكون هام وفي وقت مفصلي يقوم به منزل خاص لازم يقوم به في مقر العمل متاعه اللي هو بالدستور مقر ممارسة السيادة في رئاسة الجمهورية هو القصر الرئاسي بقرطاج. وبالتالي أعتقد هذا منطقيا ولكن نحب نعمل تحليل بمعنى توقعاتكم أنه كان رئيس الجمهورية ما أعلنش الفريق متاعه لأنه يمنع من تقديم الحوارات والمعطيات وإلا يرفض وإلا ما يمشيش معه في الخط علاش كان في السرية هذا اللي صار فيه الحوار؟ أعتقد لأنه الانشقاق اللي حاصل في المنظومة هذه كلها وفي نادي تونس بالذات وصل للقصر الرئاسي ودعا إلى ذلك أنه هناك مهاجمة ليوسف الشاهد من طرف يعني حافظ وجماعة حافظ ومهاجمة لمدير الديوان الرئاسي أيضا سليم العنسابي كان لاحظ في الـ في الـ في الاسبوت اللي قاعدين يخرجوا وما إلى ذلك الهجمات لا يعني ما تعطي حتى اعتبار لأنه هذا مدير ديوان رئيس الجمهورية وبالتالي ما هو موضوع وكأنه في صف يوسف الشاهد فتفهم أن الشرخ وصل إلى ستاف الرئاسي ولولا وهذا 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 كعلاش العائلة كما نقولوا احنا ما عطتش الثقة في الستاف هذاك وأردت أنها تتدخل في الحوار وتوجه الحوار بمساعدة بطبيعة الحال القناة المذكورة لتوجيه رسائل لحسم نقاط في المعركة ضد يوسف الشاهد. وبالتالي أنا ظهر لي أن رئيس الجمهورية استعمل صفته كرئيس الجمهورية لتسجيل نقاط في حرب عائلية وحرب حزبية وبالتالي أعتقد أن هذا مخيب الأمال في أدنى توصيف ممكن. جوهرة اف ام موج مع الموجة.